باسم الرابحي على الحياة فام. مدينة للحياة الأقرب ليك. سينوكي ملعادة لوقت أذيك ومعادنا في قراءة كاملة في أهم ما جاء في الصحف التونسية. قبل ما نمشي لريفيو دو بريس أكيد سبيسيال ديديكاس المدام خلود السحباني، هي مستمعة وفية لإذاعة الحياة فام، نوجه لها تحية كبيرة برشا، نقول لها مع بداية هذا الأسبوع إن شاء الله تكون بداية أسبوع موفقة ليك مدام سينوكي ملعادة، باش ناخذ فكرة على أهم وآخر ما جاء في الصحف التونسية في عدد صادر بتاريخ 13 مارس 2023 تسويت في ريفيو دو بريس. ريفيو دو بريس، قراءة في عناوين الصحف الصادرة اليوم. سهيم صباح النور. بونجور حسيم، بداية أسبوع موفقة للجميع يا ربي، كل الموند اللي يسمعوا فينا على إذاعة الحياة فهم. كان عدى الوقت هذا نقرأ شنو كتب الصحف التونسية لليوم. اليوم اثنين، جينا جريدة الشروق وجريدة المغرب. في جريدة الشروق حكيت على برشا مقالات، وهما زوز الحقيقة حكيوا على الجلسة الافتتاحية اليوم تاع البرلمان، الناس الكل تستنى فيها في حدود العشرة متاع الصباح يمكن باش تنطلق. من المنتظر زادا ورئيس الجمهورية يحضر فيها حسب بعض الأخبار. اليوم باش يتم انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه حسب ترتيبات يعني مضبوطة، كنا عديناها في الأخبار موجودة زادا على صفحتنا الرسمية الحياة فام أو على موقع الحياة فام بونيت. سينو اليوم عدة مقالات قلت تقراوهم في الشروق. في الصفحة الثالثة نحكيه بالكاريكاتير بريشة الرحموني على البرلمان، وخاصة تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد عن هذا المجلس، يقول بأنه البيع والشراء والكتل خارج التاريخ، يقول التكتل من أجل مصلحة الجمهورية مش المصلحة الشخصية. رغم أنه حسين الحقيقة النقطة هذه عملت بوليميك، علاش؟ رغم أنه الدستور في الفصل 62 ينص على الكتل، ويقول بأنه النائب اللي يخرج من الكتلة اللي هو فيها يعني يولي يتخلى، يعني وكأنه يتخلى على على العضوية متاعه في البرلمان. ولكن آخر تصريح نهار السبت رئيس الجمهورية قال بأنه الكتل أصبحت من الماضي ولت وانتهت، وكأنه في إشارة أنه مش مسموح لهم ربما بإنشاء كتل برلمانية. لكن في المقابل القانون شو يقول؟ أو الدستور؟ الدستور يقول ينص على الكتل. الدستور ينص على الكتل، ينص على الكتل، لكن في حالة وحيدة أنه إذا كان يخرج من الكتلة يعتبر ما هوش يعني يعتبر متخلي على المجلس هكا. اي كيف الدستور يقول كتله، كيف الدستور يقول النائب اذا يخرج من كتلته الاولى معناها راه ما ينجمش يلتحق بكتله اخرى. اش معناه يعني فما كتل في البرلمان؟ بالضبط، هذا هو هذا هو. برشا زاد قراءات تقول لك انه لازم الكتل معناها للتنسيق بين مجموعه من النواب وكل شيء، هذا معمول به ولازم، والدستور نص عليه يقول لك معمول به تقريبا في مختلف المجالس، معناها في 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 مختلف انحاء العالم يعني. انما رئيس الجمهوريه مؤخرا نحكي على النقطه هذه اللي اثارت جدل كبير برشا. سينو زاد في نفس الصفحه نحكيه على اتصال بين وزير الخارجية التونسي نبيل عمار ونظيره من جزر القمر، وين اتفقوا على التهدئة والعودة إلى العائلة الإفريقية، وكنكونوا تجاوزنا الأزمة اللي صارت على خلفية ملف المهاجرين الأفارقة. في الصفحة الخامسة، اليوم البرلمان يفتتح أشغاله، ينتخب رئيسه ونائبيه، تلقاو كل الترتيبات متاع الجلسة الافتتاحية، شكون اللي باش يترأس الجلسة هذه؟ هو النائب عن دائرة الكبارية من ولاية تونس صالح المباركي، باعتباره هو الأكبر سن. أيوة. لأنه الجلسة الأولى مازال ما انتخبوش هما رئيس برلمان، دونك شكون اللي باش يترأسها؟ هو أكبر سنا. نلقاو زادا كيف بأنه باش يكون التركيز ينصب على النظام الداخلي اللي هو من أولى الأولويات ومسؤولية كبيرة تنتظر النواب. في صفحة الرابعة نحكي على حل المجالس البلدية وعودة العلاقات مع سوريا، الرئيس السعيد دفن ربيع الخراب. وتقول جريدة الشروق في هذا المقال بأنه رئيس الجمهورية قيس سعيد دفن ربيع الخراب من خلال قراره القاضي بإعادة فتح سفارة تونسية في دمشق، وبقدر ما رفع الحصار الجائر عن الشعب السوري الشقيق فإن هذا القرار بالذات قد قطع آخر جذور التحالف الأخواني الصهيوني، عودة على آخر المستجدات في علاقة بعودة العلاقات مع سوريا والتوازنات الدولية والإقليمية، وكذلك حل المجالس البلدية
اللي تعتبرها جريدة الشروق بأن المجالس البلدية لعبت دور محوري في تفكيك الدولة وإشاعة الإحباط والتخلف لتكريس مفهوم الاستسرال أي الانبهار بإسرائيل. تقول زيدا بأنه تونس على مشارف محطات أخرى ساخنة ستعيد النعرة الوطنية إلى أوجهها. وبرشا مقالات أخرين تقرأوها اليوم في الصفحة السابعة، نحكيه على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي في اليوم العالمي للمستهلك. هذا الأسبوع تونس تحتفل باليوم العالمي لحقوق المستهلك في ظل ارتفاع غير مسبوق للأسعار وندرة بعض المواد الأساسية واستعداد التوانسة لاستقبال شهر رمضان. لم يبقى للتونسي غير الخبز والماء، هو في إشارة للشعار خبز وماء اللي ترفع في الثورة خبز وماء وبن علي لي وقتها. في المقال هذا نحكي على المقدرة الشرائية للمواطن على بعض الأحصائيات والأرقام اللي قدمهم المعهد الوطني للأحصاء. يقول بأنه مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي شهد ارتفاع بنسبة 0.5% في شهر فيفري بعد ارتفاع بنسبة 0.8% في شهر جانفي. عودة بالأرقام، ثم بعد ذلك نحكي على الحرب على المافيات خاصة اللي يشنها رئيس الجمهورية قيس سعيد ضد المضاربة ضد الاحتكار وإلى غير ذلك. ويقول بأنه الدولة لن تترك المواطن التونسي في أيدي من يصفهم رئيس الجمهورية المجرمين. نقول زيدا بأنه الحل حسب الخبير الاقتصادي والمالي محمد الصالح الجنادي، يقول الحل لوضع حد للارتفاع في الأسعار والاحتكار يكمن في تطبيق القانون وبصرامة، وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 2015 يتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار بهدف ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة إلى غير ذلك. في جريدة المغرب اليوم الافتتاحية، مش كل عادة اون برانسيب توقعت ان الافتتاحية اليوم باش تكون مثلا على البرلمان على الى غير ذلك، فما مقال على البرلمان ولكن مش الافتتاحية. الافتتاحية بقلم الزميل حسين العيدي بعنوان الصراع الامريكي الصيني، هل يكون الشرق الاوسط ارض المعركة القادمة؟ بالاساس نحكيه على التوازنات القوى الكبرى والتوازنات الدولية والاقليمية والاتفاق السعودي الايراني اللي تم برعاية صينية وتبعات ذلك على المنطقة والتوازنات الدولية. في الصفحة الخامسة تقرأ مقال على مجلس نواب الشعب اليوم، مجلس نواب الشعب الجديد ينتخب اليوم رئيسه ونائبيه. خلال جلسته الافتتاحية تلقى كل التفاصيل على الترتيبات متاع الجلسة اليوم. في الصفحة الرابعة نحكيه على الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل اليوم في قرقنة، اليوم هيئة إدارية وطنية حاسمة لاتحاد الشغل للدفاع عن الحق النقابي والاتفاقية العالقة بعد التجمعات العمالية والمسيرات واجتماع المكتب التنفيذي الموسع مؤخرا. اليوم فما هيئة إدارية وطنية بالتزامن مع البرلمان، هكا في قرقنة عنا الهيئة الإدارية في تونس العاصمة عنا المجلس أمور نواب، مجلس نواب الشعب ينعقد زوز أحداث مهمة. وعلاش نقول مهمة؟ لأنه فما عدد من النقابيين في قرقنة هما أصيلي قرقنة هبطوا بيان البارح استنكروا فيه اختيار قرقنة بالذات لعقد الهيئة الإدارية، وهذا يمكن ثاني مرة يكون فما انقسام واضح داخل اتحاد الشغل باعتبار حتى البيان اللي صدر البارح هاجم الطبوبي في خطابه يوم 4 مارس الحالي وقت اللي قال حكي على الأوضاع السياسية، حكي زادة وقال تحية للسجناء المرناقية وغير ذلك. اعتبروا هذا وهذا مغامرة وهذا اصطفاف مع المتآمرين حرفيا كما جاء في بيان عدد من النقابيين في قرقنة، وهذا انقسام واضح اليوم. وهما بدهم عبروا على مكانة الاتحاد وشنو ينجم ينبثق على هذه المغامرة كما هما يسميوها. على كل تون تابعوا التطورات في الهيئة الإدارية وكذلك في مجلس نواب الشعب.
يعطيك الصحة سهام، شكرا ليك. دونك اليوم برشا أحداث. أيه برشا اليوم أحداث. المجلس عندنا الهيئة القطاعية زاد كيف كيف، نحكيو على الإدارية الإدارية، نحكيو على الاستعدادات والتحضيرات زاد كيف كيف لشهر سيدي رمضان، لأنه ما عاد ما مازال إن شاء الله رمضان مبارك على كافة الأمة الإسلامية. دونك بداية أسبوع سخونة نوعا ما بالأحداث بيان سيورة. سخونة بالأحداث توا رسمي مشيو اللي فما برلمان وجلسات كل يوم وكل شيء. زعما باش كنت تيليفيزي ما نعرفش كيما متعودين والله ما نعرفش. هو اليوم الجلسه الافتتاحيه نورمالمون باش تتعدى في تلزه، المفروض باش تتعدى في تلزه باش الناس كلها تتبع، اما الجلسات كلها باش تقعد اللي متعودين بهم احنا اللي قبل فولاك الجلسات العامه تتعدى في تلزه ما نعرفوش هذا هذا خيار ما نعرفوش على التوجه. تو نشوفوا معناها اليوم شنو باش يختاروا النواب وكل النظام الداخلي كيفاش وشنو باش يقروا، هل باش تتعدى الجلسات مباشره كحق للشعب اللي انتخبهم باش يتبعهم وباش يشوف كل حد شنو، والا باش يقول لك لا يفك علينا من المشاكل والناس تتفرج وكل وعيرات وعمارات شو كذا. ان شاء الله بالتوفيق لنواب المجلس نواب الشعب الجدد اليوم يعطي يأديوا اليمين نتاعهم، ان شاء الله بالتوفيق لهم وان شاء الله ربي يوفقهم فيما فيه خير للبلاد ان شاء الله يا ربي. سينو ريكاب كالعاده ان شاء الله، سينو ان شاء الله نتقابلوا كالعاده من 11:30 حتى الماضي ساعه ونص في ريكاب ميديا، عوده على اخر المستجدات التصريحات، وبالطبيعه باش تكون اليوم الحدث الرسمي اللي هو افتتاح المجلس وانعقاد مجلس نواب الشعب. ريكاب ميديا من 11:30 حتى الماضي ساعه ونص، ما تنساوش خليكم ديما في الاستماع، خليكم ديما في المتابعه. نذكركم تتفاعلوا مع ريكاب ومختلف البرامج الاخرى 77 288 300 وسبعة. سينو هذا شنو كان عندنا بالنسبه لليوم في الريفيو دو بريس. ريفيو دو بريس، قراءة في عناوين الصحف الصادرة اليوم. سينو كيما العادة وقاية التربيات العيون السود هي غنية وردة، لكن اليوم باش نسمعوها بصوت زياد برجي.